نحن بدينا اللقاء قبل التصوير. أمي وأبوي اثنينهم من الصم والبكم. أمي سألتني سؤال أنا هذا دمرني. قالت لي اشرحي لي صوت كل واحد فيكم. شو تشرح؟ شو تعلمتي عن الزواج بعد الطلاق؟ أنا ريال شلون بنت ما ترد علي؟ ونفس الشيء البنت. سوء الظن كان عندي يعني لعبتي. أنت بدال لا تشتغل تصير على نفسك، أنت قاعد تشتغل على بس الشكل اللي برا. نزلت صورة وما شفت نفسي 1% أن أنا مو حلوة. واللي يقول ويهج ويه حصان، ويهج ويه كلب. أنت مو بنت، أنت أكيد الله مفروض يخلقك ولد ويعني صرتي بنت. قبل الـ14 أشياء غريبة صارت، والمواقف هذه أنا ما قلتها حق ولا أحد. الحالات اللي تخيلتها إن أنا الكبيرة بعد هالموقف، إيه لها أنا الكبيرة الحين، وألمها وأكلمها وإن عادي وإنه